زي ما احنا متعودين بنبدأ أولى فقراتنا بالفقرة الإخبارية وما حدث بالأمس. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار. القرار ده هو قرار جمهوري بتعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي. وخلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أكد على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. وكمان شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار. كمان امبارح انعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سياق متابعة سياسة التطوير، وخلال الاجتماع توجه المجلس بوافر الشكر لحسن عبد الله رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية واللي شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة، حيث إنه بالرغم من التحديات اللي بتواجه صناعة الإعلام في العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهدافها اللي بتتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط. أعرب كمان مجلس الإدارة للشركة المتحدة عن خالص أمنياته بالتوفيق لحسن عبد الله في مهمته الجديدة بعد اختياره قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. زي ما احنا عارفين ان امبارح هو كان يعني لو هنتطرق او نروح لاهم الاخبار بقى اللي حصلت محليا، هنلاقي ان امبارح كان في خبر الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وده بيعتبر الاجتماع الاسبوعي الاول بعد حلف اليمين للوزراء الجدد. تم عقد الاجتماع في العلمين الجديده، وده اول اجتماع ليهم زي ما قلت في التعديل الوزاري الاخير، وتم فيه استعراض اخر مستجدات الحاله الوبائيه وتراجع الاصابات بفيروس كورونا، ده غير مناقشه موضوعات تانية كتيره هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة مهمة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، أهمها الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة العلمين الجديدة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة. الاجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحادث الأليم اللي وقع بكنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة المنيرة. خلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث. كمان رئيس الوزراء تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة، وكمان وجه الشكر للوزراء السابقين وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للوزراء الجدد في المهام الموكلة إليهم. امبارح استعرض مجلس الوزراء تقرير حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محلياً وعالمياً. خلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم استهلاك حوالي 97 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات لحد دلوقتي، وفي رصيد كافي لاستكمال التطعيم، ده غير أنه المنحنى الوبائي لحالات مرض فيروس كورونا بيعكس انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالفيروس وكمان انخفاض في الوفيات. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وده لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن التحالف بيقوم بدور كبير في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجاً، والحكومة حريصة على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية اللي بتستهدف الشرائح الأكثر احتياجاً. امبارح برضه التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة. وقال الدكتور مدبولي إن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة بيلعب دور محوري في دعم نمو الاقتصاد المصري، وده من خلال مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على التمويل وتوسيع حجم أعمالها. وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو بيوضح فيه الجهود اللي بتقوم بيها أجهزة الوزارة في التصدي للجرائم التموينية في كل المحافظات ومنع أي تلاعب في السلع الأساسية في الأسواق. خلونا نتابع التقرير. في إطار مواصلة الجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 260 طن أقماح و40 طن دقيق مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية. قام مسؤول مطحن دقيق بدون ترخيص بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 57 طن مواد غذائية متنوعة. قام مسؤول عدد من مخازن ومحلات سلع غذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 15 طن سكر مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 10 أطنان مكرونة قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بتخزينها لحجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة في ضبط 117 طن ونصف طن حديد وأسمنت غير معلن عن أسعارها بحوزة مالكي ثلاثة مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بالشرقية ومالك مفرمة بدون ترخيص بالقاهرة. كما نجحت في ضبط 10 أطنان بلح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة المنوفية، وضبط قرابة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني والداجني خلال حملات شنتها الإدارة بقنا والشرقية. هذا وتتواصل الجهود الأمنية للتصدي لكافة أشكال الجريمة لا سيما الجرائم التمونية بكافة صورها. نروح دلوقتي لجولة المحافظات اللي هنستعرض فيها مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، أبرزها إنشاء أول محطة لتوليد وإنتاج الأكسجين الطبي بمستشفيات جامعة بني سويف، وكمان البدء في توفير الأراضي ده لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المنيا، بالإضافة كمان لتدشين مبادرة أيادي مصر. المبادرة دي الهدف منها التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية في الأليوبية، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها من خلال هذا الرصد والتقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من جامعة بني سويف اللي أعلنت الانتهاء من تجهيز محطة توليد الأكسجين الطبي بتكلفة إجمالية حوالي 26 مليون جنيه، وده في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية لأبناء المحافظة بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة. في الجيزة أشاد المحافظ اللواء أحمد راشد بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين اللي بيتم رصدها، وقال إن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها. في الإسماعيلية أعلن أحمد شجاع منسق مهرجان المانجو الإسماعيلاوي انطلاق المهرجان في نسخته الأولى النهاردة، وتم تأكيد 9 سفراء لحضورهم حفل فعاليات الافتتاح. في المنيا تم البدء في توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بيتم تنفيذها بنطاق 102 قرية بمركزي سملوط وبني مزار شمال المحافظة. في الشرقية كشف المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة عن قيام المديرية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بزراعة 1686 شتلة أشجار مثمرة تنوعت بين شتلات الموالح، الزيتون، المانجو والجوافة، وده تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين. في
في الأليوبية تم تدشين مبادرة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة. المبادرة بتستهدف تعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للاستفادة من آليات التحول الرقمي في توفير حياة كريمة للمواطنين. في شمال سيناء أعلن الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أنه تقرر بدء الدراسة رسمياً في كلية الطب البشري بالجامعة اعتباراً من العام الدراسي الجامعي 2022-2023. وبالفعل الكلية دخلت التنسيق السنة دي، وقرر مكتب التنسيق أنه يكون الحد الأدنى للقبول بكلية طب العريش 376 درجة. في الإسكندرية أعلنت شركة مياه الشرب أنه هيتم قطع المياه النهاردة عن عدة مناطق غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة لشركة الكهرباء. قطع المياه هيكون في مناطق قرى العمرية وبرج العرب وقرى شمال التحرير ومدينة الحمام والساحل الشمالي، وده من الساعة 6 ولحد الساعة 9 الصبح.